السلام عليكم، كيف أحوالكم؟ رب دايما تكونوا بخير وفي أحسن حال. النهاردة هنجرب مع بعض وهنعمل ريفيو عن كنكة القهوة الكهربائية. الكنكة اللي معانا النهاردة الساعة بتاعتها 400 ملي، فيها فوهتين للصب من الناحيتين، فيها نظام حماية يمنع العمل بدون ماء، يعني لو مفيهاش مية مش هتشتغل، وهنا زرار الباور، وطول الكابل 100 سنتي، وفيها نظام امان مزدوج ضد الحرارة الزايدة. احنا حطينا فيها القهوة والسكر، هنقلب كويس. هي تقريبا بتاخد لغاية 5 فناجين قهوة، اهم حاجة التقليب يكون كويس جدا. كده بدأت تسخن من تحت، صوتها بدأ يطلع. المفروض طبعا نقلب قبل ما نشغلها، بس مش مشكلة. خلينا نشوف. ده بنعمل تجربة حية مع بعض، نشوف هل هتطلع بنفس فعلا كفاءة القهوة التركي على النار او على السبرتاية ولا لا. هي كده اهي بدأت تغلي، قفلت عليها قبل ما تغلي. نقول بسم الله ونشوف مع بعض. اها الكوباية اهي واضحة. انا في الحالة دي بصراحة مش هتكلم. بص فنجان القهوة، الكوباية التانية برضو مفيش اي اختلاف. فعلا ممتازة بصراحة.